أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Namanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan ruang lagi pada malam ini, alhamdulillah, untuk bersama-sama dalam sesi bacaan surah Yasin, tahlil serta doa selamat, tahlil ringkas serta doa selamat. Moga-moga Allah merahmati kehidupan kita, memberikan kepada kita kekuatan dalam melaksanakan urusan kita insya-Allah, dan menjadikan kita tergolong dari kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Baik, apa khabar tuan-puan malam ni? Terima kasih kerana mengikuti sesi pada malam ini. Moga-moga Allah merahmati. Jangan lupa sharekan sesi kita pada hari ini insya-Allah. Okey, baik. Jadi belum kita mula, saya nak buka dulu. Khabar semua. Baiklah, moga-moga dalam keadaan sihat ni, insyaAllah. Baik. InsyaAllah pada malam ni kita mulakan sebiasa bacaan Yasin, kemudian kita sambung dengan sedikit tahlil, kemudian doa selamat insyaAllah. InsyaAllah untuk bacaan Yasin sama-sama bersama dengan Ustaz seperti biasa, baca perlahan-lahan atau bersatu supaya kita tidak salah bacaan lah, dan boleh follow insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكنوا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يُنذِرُ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menamatkan menyelesaikan bacaan surah Yasin dengan sempurna insyaallah. Moga Allah merahmati dan menerima bacaan kita insyaallah. Dan untuk seterusnya, kita nak teruskan dengan bacaan tahlil, sedikit tahlil ringkas untuk nama-nama yang telah diberikan kepada Ustaz pada hari ini. Ustaz bacakan dulu namanya, kemudian baru kita akan sama-sama membaca surah Yasin insyaAllah. Dan kita boleh niatkan untuk mereka ini insyaAllah. Baik, insyaAllah. Yang pertamanya itu datang daripada seperti biasa daripada Kak Mariani, Kak Noraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya niatkan bacaan Yasin dan doa untuk Allahyarham Allah Maghrifat, Allahyarham Safiyah binti Hashim ibu, Allahyarham Wahab bin Deli ayah, Allahyarham Jamil bin Wahab abang, Allahyarhamah Fazilah binti Wahab kakak, Allahyarhamah Saripah binti Ali nenek, Allahyarhamah Hashim bin Ain dato, Allahyarhamah Zabidah binti Haji Manan nenek, Allahyarhamah Deli bin Jumlah dato, Allahyarhamah Halijah binti Deli ibu saudara, Allahyarhamah Jamilah binti Ali nenek saudara, Allahyarhamah Majid bin Umar dato saudara, seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup juga telah meninggal dunia. Saya juga niatkan baca Yasin doa untuk kakak Jamaliah binti Wahab yang telah berbulan telantar sakit. Semoga dikurniakan kesembuhan, ya Allah. Doakan semoga Allah menggunakan kesembuhan kepada kakak, kepada Puan Noraini yang telah lama tidak sihat. Baik. Seterusnya daripada Kak Tengku Munyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bacaan Yasin tadi untuk arwah Tengku Ibrahim bin Tengku Muhammad, Iyah binti Omar, Tengku Abdul Rahim bin Tengku Ibrahim, Tengku Abdul Aziz bin Tengku Ibrahim, ni Ahmad, Naqiyuddin bin Ishamuddin, Tengku Waridi, Tengku Ibrahim, doa selamat untuk semua family terutama yang kurang sihat. Tengku Yasimah binti Yah, Ishamuddin bin Bensu, Muhammad Syari, Biwan Maryam, Tengku Muhammad Amrullah bin Muhaini, Tengku Nurul Huda binti Muhaini, Tengku Salmawati binti Siyah, Nik Muhammad Hafiz bin Tengku Yasimah, Ashirah binti Aisyah, Tengku Muhammad Luqman bin Muhaini, Nik Muhammad Halim bin Tengku Yasimah, Tengku Munyati binti Yah. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Tengku Munyati. Seterusnya daripada Puan Syukriah. Assalamualaikum. Salam.
Saya syukurlah Nabi Muhammad yang kepada Yasin Tuhan berikut. Muhammad bin Abu Samah, Ahmad Dali bin Awan Kecil, Abu Samah bin Kasim, Omar bin Abdul Muttalib, Muhammad Yusuf bin Omar, Siti binti Busu, Zabidah binti Ja'far, Ramlah binti Mahmud, Zamrin bin Mu'is, Haji Muttalib bin Muhammad Amin, Asmah binti Kasim, Yusbidar bin Abdul Manaf, Kastinar binti Marano. Baca saya juga beradik saya sedang sakit, Baharin bin Muhammad. Semoga diberikan kesembuhan, insyaAllah. Sebenarnya pada Cik Puan Nur Nadia, saya naikkan bacaan Yasin untuk Nafsah binti Allahyarham, Allahyarhamah Nafsah binti Rahmat, Ahmad bin Sujan, Abdul Rahim bin Abdul Rahman bin Yusuf, Yusma binti Yusuf, insyaAllah. Seterusnya pada Kak Ailin, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya naikkan bacaan Yasin untuk Allahyarhamah Irah binti Karto, Allahyarham Ahmad bin Haji Ali, Allahyarham Buang bin Ahmad, Allahyarham Ismail bin Ahmad, Allahyarham Abdul Latif bin Ahmad, Allahyarham Asyah binti Ahmad, Allahyarham Mukhtar bin Haji Omar, Allahyarham Mahful bin Haji Omar, Allahyarham Abdul Malik bin Syamsuddin, Allahyarham Yunus bin Haji Yaakob. Baik, terima kasih banyak-banyak Kak Ali, moga-moga Allah merahmati. Kepada Kak Salina, saya akan baca Yasin untuk Allahyarham Arwah Abah Mansur bin Hadi Salih dan Allahyarham Adik Afandi Mansur. Terima kasih sama-sama. Tuan daripada Encik Hashim, salam Ustaz, mau bacakan nama Allahyarham. Hajah Sa'dah binti Yunus, Mak Haji Abdul Aziz bin Surin, Ayah Haji Alias bin Junum, Pemertua Cik Basah binti Toha, Ibu Mertua Cik Aizan bin Alias, Abang Ipar Nuri Islam kawan, Khairul Anwar bin Ali kawan. Terima kasih Encik Hashim. Terima kasih Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Yasin tarian doa buat arwah ibu Haji Jawahil, Haji Hamid, ayah Haji Ahmad bin Kasim, kakak Zaitun Ahmad, abang Zulkarnain Ahmad, abang Yusran Ahmad, abang Idris Ahmad, abang ipar Haji Aizul Hasan bin Haji Yusuf, anak saudara Mak Fidus bin Idris, sahabat Fazliyatun Husin. Terima kasih Kak Mariani. InsyaAllah. Baik. Baik, itu saja. Ah, satu lagi Kak Rozia. Apa saya? Kak Rozia. Okey. Assalamualaikum. Salam. Bacakan nama Allahyarham Abdullah Sani bin Umar Baki, Rahani binti Allah Sani, Rasnah binti Allah Sani, Rastan binti Allah Sani, Salih bin Muhammad, Muhammad Rasul bin Saleh, Fatimah binti Wahid, Kantan bin Jalil, Arifin bin Ali, Rahmah binti Abbas, insyaAllah. Baik. Video sahaja. Semoga nama-nama yang kita bacakan itu Allah berikan keramatan, keampunan dan keberkatan, insyaAllah. Baik, sama-sama kita baca bacakan tahlil untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in وعلى أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أول ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله موجوده، لا إله إلا الله، 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 إن الله لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ 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 إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ اللَّهِ اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله sama-sama kita baca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kelemahan kita, ke dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin ada kesalahan dan kesilapan yang kita laksanakan satu hari dahulu. Dan kita mohon Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita insyaAllah. Dan merahmati serta memudahkan urusan kita insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرنا وما كناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدي ومشايخ وجميع المسلمين ومشارك الأرض إلى مواربها اللهم اجعلنا في صائفنا وصائف والدينا وسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر والنهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله شكرا على الله سبحانه وتعالى telah menamatkan bacaan surah Yasin, tahlil doa selamat dengan sempurna. Moga-moga Allah SWT merahmati bacaan kita, mengampunkan dosa kita dan meletakkan kita bersama dengan para solehin insya-Allah. Mana telah pergi, kita doakan supaya Allah mengampunkan dosa mereka. Kita masih hidup, kita teruskan perjuangan, teruskan perjalanan hidup kita. Tawakal kepada Allah SWT buat yang terbaik dan berazam untuk menjadikan yang terbaik. Dan tawakal kepada Allah SWT, jangan kecewa dalam hidup kerana dunia kita bukan di kehidupan kita bukan hanya di dunia, kita ada kehidupan di akhirat. Jangan kita rasa risau dan menyerahkanlah kerana kejayaan yang sebenar adalah di negeri akhirat. InsyaAllah. Terima kasih semua yang mengikuti sesi pada malam ini. Moga Allah merahmati. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang silap daripada saya sendiri. Selamat malam. Qul qawli hadha. وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته